بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى دايما تكونوا بخير يا دكاترة. الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي يعد أهم موضوعات الأبر ليمب، ويمكن واحد من أهم موضوعات الطب عموما، اللي هي الضفيرة العصبية الذراعية، أهم ضفيرة عصبية موجودة في جسمنا كبني آدمين، بريكيال بليكسس. احنا اتفقنا زمان كلمة بريكيوم تعني ذراع، وهنسيب لها بريكيال أو بريكيو وهكذا، وكلمة بليكسس يعني تشابك لشيء أو لمجموعة من الأشياء لخدمة وظيفة معينة. قد تكون الأشياء اللي هتتجمع دي أعصاب فتبقى نيرف بليكسس، وقد تكون أوعية لمفاوية فتبقى ليمفاتيك بليكسس، وقد تكون مجموعة من الأوردة فتبقى فينس بليكسس وهكذا. المهم إن كلمة بليكسس اللي هي بالعربي ضفيرة هي تشابك لمجموعة من الأشياء، قد تكون أعصاب وقد تكون أوردة أو أوعية لمفاوية لخدمة وظيفة، زي ما هنشوف إيه وظيفة البريكيال بليكسس بعد شوي. هي فين في الصورة؟ أهي بدايتها في الرقبة عند العمود الفقري، ونهايتها موجودة في الأجزلة في منطقة الإبط، هي دي الضفيرة كاملة زي ما انتم شايفين أهي. أنا عايز بقى أبدأ الكلام عن الضفيرة بتتعمل إزاي، وعشان أدخلكم في النقطة دي لازم أفكركم بحاجة قديمة كده قلناها في الانترودكشن يوم شرحنا النيرفز سيستم. احنا اتفقنا ان احنا قسمنا النيرفز سيستم سنترال وبيريفرال، وقسمنا السنترال نيرفز سيستم اللي في العمود الفقري والجمجمة الى برين في الجمجمة وسباينال كورد في العمود الفقري. ادي الشباب شايفين هنا، ادي السباينال كورد جوه الفيرتبرال كانال اللي جوه الفقرات. كل فقرة لها جسم انتيريور ولها شوكة بوستيريور اللي انت بتحسها في ظهرك في النص، دي اشواك الفقرات. انا هستخدم البادي والشوكة لتحديد امام وخلف في النخاع الشوكي والاعصاب اللي هتطلع منه. احنا بقى فاكرين ان النخاع الشوكي بيطلع من جنبه اليمين ومن جنبه الشمال 31 نيرفز، يعني هما 31 بيرس، 31 زوج من الاعصاب اسمهم سباينال نيرفز. كل واحد من السباينال نيرفز ال 31 ماسك في النخاع الشوكي اللي هو طالع منه بجذرين، تو روتس، واحد منهم فنترال ناحيه البادي بتاع الفرتبرا، واحد منهم دورسال ناحيه السباين بتاع الفرتبرا، والتو روتس يتحدوا فيعملوا لنا نيرف واحد. الشباب بقى يفتكروا معايا ان الفنترال روت كبير في الحجم بس مالوش جانجليون، الدورسال روت اصغر شويه في الحجم وعليه جانجليون كبيره اسمها الدورسال روت جانجليون. بعد الدورسال روت جانجليون ما تخلص التو روتس بيندمجوا مع بعض ويبقوا سباينال نيرف اللي هو الحته الصغيره خالص الصفراء دي، ده السباينال نيرف. واول ما يخرج من العمود الفقري يتقسم لذراعين، ذراع في اللغه اللاتينيه ريمس والجمع ريماي، فاحنا شايفين فنترال ريمس ودورسال ريمس، هما اول انقسامات الاعصاب الشوكيه، فيقولوا فنترال برايمري ريمس، دورسال برايمري ريمس. شباب يفتكروا معايا ان الفنترال برايمري ريماي فقط هما اللي هيشاركوا في عمل الضفائر العصبيه اللي في الجسم كلها. شوف الصوره دي تاني، ادي السباينال كورد جوه الفيرتبرال كانال، وطالع من يمينه عصب بجذرين وطالع من شماله عصب بجذرين، وادي ها الفنترال روت عشان ناحيه البادي اوف ذا فيرتبرا، وادي الدورسال روت عشان ناحيه السباين، وحتى الدورسال روت شايل جانجليون كبيره، وبعد الدورسال روت جانجليون التو روتس يتحدوا فيعملوا لي سباينال نيرف واحد. واول ما نخرج من الفيرتبرال كولم السباينال نيرف يتقسم لتوري ماي، لارج ريمس فنترال وسمول ريمس دورسال. كل الضفائر العصبيه في جسمكم معموله بالفنترال برايمري ريماي بتوع السباينال نيرفز، واولهم الضفيره اللي هنتناقش فيها دلوقتي وهي بريكيال بليكسس. ايه تعريفنا للضفيره العصبيه الذراعيه؟ هي الضفيره العصبيه المسؤوله عن تغذيه كل عضلات وكل جلد الابر لمب باستثناء عضله واحده ورقعه جلديه واحده مش هتاخد من الضفيره دي. هي النيرف بليكسس ذات سبلايز اول ماسلز اند سكين اوف ذا ابر لمب اكسبت وان ماسل وان سكين اريا. العضلة الوحيدة اللي مش هتاخد من الضفيرة دي هي ترابيزياس مصل اللي موجودة في الباك، والجلد الوحيد اللي مش هياخد من الضفيرة دي هو الجلد اللي مغطي نص كتفك الفؤاني، الجلد اللي مغطي نص عضلة الدلتويد الفؤاني، عضلة الكتف الدلتاوية اهي او الدالية، الجلد اللي مغطي نصها الفؤاني ده ما بياخدش من الضفيرة الذراعية، بياخد من الضفيرة العنقية سيرفايكال بليكسس اللي هنقولها في النك ان شاء الله. تعالوا بقى ندخل في الفورميشن او الستيجز، الضفيره دي بتتعمل ازاي؟ الضفيره دي في عملها بتمر بخمس مراحل. مرحله جذور يليها مرحله جذوع روتس تتجمع فيه
ترانكس، والترانكس تنقسم ديفيجنز، والديفيجنز تتجمع في ثلاث احبال هنتفق عليهم، ومن الاحبال تولد الافرع. يعني الخمس مراحل جذور تتجمع في جذوع، تنقسم في ديفيجنز، تتجمع مره ثانيه في كوردز، تتفرق في افرع. الروتس اهم يا شباب، ادي السباينال نيرف، وكل جنب فيه ماسك فيه سباينال نيرف، وكل سباينال نيرف ليه تو روتس، واحد دورسال واحد فينترال. وخدوا بالكم اي روت انا واقف عليه معمول من روت ليتس، يعني جذيرات صغيره جدا جدا، يتجمعوا يعملوا الروت الامامي، واللي زيهم ورا يتجمعوا يعملوا الروت الخلفي، والتو روتس يتجمعوا بعد الدورسال روت جانجلون ويعملوا لنا سباينال نيرف. والسباينال نيرف يتفرق الى دورسال برايمري ريمس نحيف، فينترال برايمري ريمس كبير. هم دول الروتس اوف ذا بريكيال بليكسس، الفينترال برايمري ريمس بتاع عصب الرقبه رقم 5 و6 و7 و8، زائد الفينترال برايمري ريمس بتاع عصب الصدر رقم 1. الناس فاكرين ان احنا قلنا لكم الاعصاب الشوكيه في الرقبه 8، والرقبه يرمز لها بحرف سي يعني سيرفايكال. عصب الرقبه الاول والثاني والثالث والرابع هيشاركوا في ضفيره اعصاب الرقبه سيرفايكال بليكسس. عصب الرقبه الخامس والسادس والسابع والثامن زائد عصب الصدر الاول هم اللي هيعملوا لنا البريكيال بليكسس. يبقى ايه الروتس اوف ذا بريكيال بليكسس؟ They are the ventral primary rami of the lower four cervical spinal nerves C5 6 7 8، الاربع اعصاب التحتانيه في الرقبه، زائد اول عصب في الصدر اللي هو T1 الفيرست ثوراسيك سباينال نيرف. C5 6 7 8 ومعاهم T1 هم دول بدايه البريكيال بليكسس، الروتس اوف ذا بريكيال بليكسس. هذه الروتس الخمسه تتجمع لخلق ثلاثه ترانكس، ثلاث جذوع، ابر ترانك ميدل ترانك لور ترانك. شباب بقى يقدروا من هنا يتابعوا معايا ان الابر ترانك فورمد باي الابر تو روتس، يعني ايه؟ الفنترال برايمري ريمس اوف C5 وسي 6. طب والميدل ترانك؟ ميدل روت اونلي فنترال برايمري ريمس بتاع C7. طب واللور ترانك؟ الفنترال برايمري ماي بتوع C8 اند T1. يبقى ادي الابر ترانك وادي الميدل ترانك وادي اللور ترانك. بعدها عايز اقول حاجه الاول، بص على الصوره اللي تحت دي كده، مرحله الروتس ومرحله الترانكس موجودين هما الاثنين في الرقبه في النك فوق عظمه الترقوه فوق الكلافيكل في النك. ادي الروتس اتجمعوا عملوا ثلاثه ترانكس، ابر ترانك وميدل ترانك ولور ترانك. يبقى هنقول these two stages roots and trunks lie in the posterior triangle of the neck above the clavicle فوق عظمه الترقوه. حكايه بقى posterior triangle وanterior triangle هنقولها في النك ان شاء الله. في عضله واقفه في رقبتك اسمها sternocleidomastoid، اسم الرقبه مثلثين، مثلث امامي ومثلث خلفي عند عضله الترابيزيوس. عضله الترابيزيوس بتشارك في عمل البوستيريور ترانجل اوف ذا نيك زي ما قلنا في الترابيزيوس. اهي الضفيره بتبدا في المثلث اللي جنب الترابيزيوس بوستيريور ترانجل اوف ذا نيك. وتيجي المرحله الثالثه وهي مرحله الانقسامات ديفيجنز. بص على الصوره كده، كل ترانك بيتقسم الى ديفيجن وديفيجن، وبرده ادي الترانك ده ديفيجن وديفيجن، والترانك ده ديفيجن وديفيجن. الديفيجنز دي بعضهم بيتجه الى الامام فيبقوا anterior divisions، وبعضهم يتجه الى الخلف فيبقوا posterior divisions. يبقى كل ترانك هينقسم الى anterior و posterior divisions، والمرحلة دي بتحصل بالظبط وراء عظمة الترقوة. انقسامات الضفيرة lie behind the clavicles. This stage lies behind the clavicle. فأنا لو كسرت الكلافيكل في الميدل ثيرد هعرض الديفيجنز اوف ذا بريكيال بليكسس للخطر، لانهم ورا الميدل ثيرد اوف كلافيكال مباشره. تمام يا اولاد؟ هقول لكم حالا ايه هدف التقسيمه دي، او نقولها دلوقتي على طول عشان ما ننساش. ليه ربنا بيقسم الثلاثه ترانكس اوف ذا بريكيال بليكسس الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن، انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن، انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن؟ الاعصاب دي رايحه لفين ان شاء الله زي ما اتفقنا؟ لكل عضلات الابر ليمب وكل جلد الابر ليمب. طيب عضلات الابر ليمب زي عضلات بقيه الجسم، مجموعتين اساسيتين، مجموعه عكس الجاذبيه اللي بيعملوا مثلا فليكشن في الابر ليمب، ومجموعه مع الجاذبيه زي اللي بيعملوا اكستنشن في الابر ليمب. ما ينفعش نفس العصب يشغل العضله الاماميه والعضله الخلفيه لانهم
انتاجونيستيك ان اكشن. يعني مثلا بايسبس عايزه تثني الدراع، اختها اللي ورا اللي اسمها ترايسبس عايزه تفرد الدراع، ما ينفعش اخد عصب من هنا مثلا واوديه لبايسبس وعصب تاني من نفس المكان اوديه لترايسبس، هيعكسوا بعض. لو اشتغلوا هما الاثنين في نفس الوقت بنفس العصب مفيش حركه هتتم، لان بايسبس عايزه تعمل فليكشن وترايسبس عايزه تعمل اكستنشن. فربنا عمل ايه من البدايه خالص، والضفيره بتتجه الى الارم من ورا الكلافيكال، قال لهم بصوا يا شباب شويه الفايبرز اللي رايحين هنا هيروحوا للعضلات اللي بتعمل فليكشن زي بايسبس على سبيل المثال، والشويه اللي هيمشوا في البوستيرور ديفيجن هيروحوا للعضلات اللي بتعكسهم اللي بتعمل اكستنشن زي الترايسبس على سبيل المثال. فلما نحب نعمل فليكشن ونشغل البايسبس، الكهرباء تجري في الانتيريور ديفيجن وتنقطع عن البوستيريور ديفيجن، فتشتغل البايسبس وترتخي الترايسبس في حركه الفليكشن تتم. يبقى ايه هدفك من الديفيجنز؟ انك تحدد مين في الالياف العصبيه هيروح للماسلز اوف فليكشن ومين هيروح للماسلز اوف اكستنشن، مين هيروح للفليكسورس ومين هيروح للاكستنسورس. ونفس الكلام بالنسبه للجلد، اللي هيطلع من الانتيريور ديفيجنز هيتولى الجلد الامامي في الابر لين، واللي هيطلع من البوستيريور ديفيجنز هيتولى الجلد الخلفي في الابر لين. وتتجمع الديفيجنز في ثلاث احبال اسمهم الكوردز، ادي كورد وادي كورد وادي كورد للضفيره، ثلاث احبال. ايه هم؟ تخيل معايا المنظر ده، اهو رقبه الراجل اهي ودراعه اهي. لو شايف الثلاث احبال معايا اهم، ثلاثه كوردز دول هم الثلاثه كوردز دول. الكورد ده بعيد عن نص الجسم يبقى ده لاترال كورد، والكورد ده قريب من منتصف الجسم يبقى ده ميديال كورد. طب والثالث ده اسميه ايه ان شاء الله؟ ميدل كورد؟ لا، لاحظ معايا في الصوره انه في شريان اهو هيمشي في الاكزيلا اسمه اكزيلاري ارتري. احنا قطعناه لك في الصوره من هنا لهنا ليه؟ لان الكورد ده مستخبي وراه وما كانش ممكن تشوفوا لي الكورد ده والشريان ماشي. اذا هذا الكورد ورا هذا الشريان، بوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بلكسس ماشي ورا الشريان بتاع الاكزيلا اللي اسمه اكزيلاري ارتري. وبكده الشباب يبقوا خدوا بالهم من الثلاث كوردات اتسمت على اي اساس؟ الثلاث احبال اتسموا على اساس الاكزيلاري ارتري. الكورد اللي بره الشريان يبقى لاترال كورد، الكورد اللي ميديا للشريان يبقى ميديال كورد، الكورد اللي هيمشي ورا الشريان يبقى بوستيريور كورد. تمام؟ تعالوا بقى قولوا لي كده اللاترال كورد معمول بايه؟ معمول بده وده، وده ايه ان شاء الله؟ الانتيريور ديفيجنز بتاعه الابر ترانك والميدل ترانك، صح؟ يبقى هيلم ارقام كام؟ سي 5 و6 اللي كانوا هنا وسي 7 اللي كان هنا، فهيبقى اللاترال كورد داخل في سي 5 و6 و7. طب تعالوا كده للميديال كورد هيتعمل بايه؟ هيتعمل بده وده ايه ده؟ انتيريور ديفيجن، انتيريور ديفيجن بتاع اللور ترانك يبقى ماشي في سي 8 وتي 1 اللي كانوا ماشيين في اللور ترانك. طب والبوستيريور ديفيجن؟ البوستيريور ترانك اسفل البوستيريور كورد، البوستيريور كورد هياخد الثلاثه بوستيريور ديفيجنز بتوع الثلاثه ترانكس، كل البوستيريور ديفيجنز الثلاثه بتوع الثلاثه ترانكس هيدخلوا في البوستيريور كورد. مش كده لما نسال الشباب هو مين اكبر كورد في البريكيال بلكسس؟ اكيد هو البوستيريور كورد لانه لم كل الديفيجنز البوستيريور فيه، انما الانتيريور ديفيجنز اتوزعوا على كوردين. الانتيريور ديفيجن بتاع الابر ترانك والميدل ترانك مشي في اللاترال كورد، الانتيريور ديفيجن بتاع اللور ترانك مشي في الميديال كورد. يعني الكورد ده يساوي مجموع الاثنين دول مع بعض، بس اللي ماشي هنا انتيريور ديفيجنز للفليكسورز واللي ماشي هنا بوستيريور ديفيجنز للاكستنسورز. عشان كده هيبقى ان شاء الله ريديال نيرف عصب الاكستنسورز، كل العضلات الخلفيه في الابر ليمب شغاله بهذا العصب ريديال نيرف. يبقى الشباب هيقولوا لي اللاترال كورد معمول بالانتيريور ديفيجنز بتاعت الابر والميدل ترانك، والميديال كورد معمول بالانتيريور ديفيجن اوف ذا لور ترانك، والبوستيريور كورد لا من البوستيريور ديفيجنز بتوع الثلاثه ترانكس. وبعدها تبدا مرحله البرانشز بتاعت الضفيره، ودول بعضهم بيطلع من الروتس وبعضهم بيطلع من الابر ترانك بس، وبعضهم بعد كده اغلبهم بيطلع من الكوردز. يعني البرانشز يا تطلع من الروتس يا تطلع بس من الابر ترانك زي الاخ الرفيع ده اللي طالع من الابر ترانك، انما ميدل ترانك ولور ترانك ما بيطلعوش اي فرع، بقيه الافرع كلها بتطلع من الاحبال من الثلاثه كوردز. ركز معايا، احنا قلنا الروتس والترانكس في البوستيريور ترانجل اوف ذا نيك فوق عظمه الترقوه، والديفيجنز ورا الميدل ثيرد اوف كلافيكال. طب الكوردس والبرانشز كلهم في الاكزيلا ان ريليشن تو اكزيلاري ارتري، كوردس اند برانشز لاين ذا اكزيلا ان ريليشن تو اكزيلاري ارتري. هسال الشباب قبل ما نتطرق الى الفروع، هو ايه الهدف من الحكمه دي؟ ادي الشباب شايفين اهو مرحله الروتس
اللي هم الفنترال برايمري ماي بتوع السباينال نيرفز، عملوا لي ثلاثه ترانكس اتقسموا ورا الكلافيكال في ديفيجنز، اتلموا في ثلاث احبال كوردز في الاكزيلا، والكوردز ادت برانشز. ايه الهدف من الحركه دي؟ هنقول الهدف بعد اخلص من السايد بتاعها بس عشان نشوف الصوره اللي جايه. انا هجمع معاكم تاني فين مكان البريكيال بلكسس. والله هي خمس مراحل، في مرحلتين في مكان ومرحله في مكان ومرحلتين في مكان. الروتس والترانكس موجودين في البوستيريور ترانجل اوف ذا نيك فوق الكلافيكال، وانا ضفت في الصوره معلومه مهمه، قدامهم عضله وراهم عضله وهم خارجين من النخاع الشوكي. يعني الروتس الفنترال ريماي وهي بتطلع كده من النخاع الشوكي بيبقى متاخده ساندويتش ما بين عضلتين، سكالينس انتيريور ماسل وسكالينس ميدياس ماسل. احنا لما نشرح لكم النيك ان شاء الله هنقولك في ثلاث عضلات ماسكه في العمود الفقري من الجهتين هنا او هناك، والثلاث عضلات دي واحده اماميه واحده وسطى وراها واحده خلفيه ثالثه بس مش مرسومه، وكل عضله فيهم في منشاها تشبه درجات السلم الحديد، سلم المطافي ده، فيقولوا سكالينس ماسل. كلمه سكالين يعني شبه السلم، ستير لايك، ستير كيس لايك. فيقولوا ايه بقى؟ سكالينس انتيريور ماسل وسكالينس ميدياس ماسل، وبعدها في سكالينس بوستيريور ماسل. الضفيره الروتس بتاعتها بتبدا من سكالينس انتيريور وسكالينس ميدياس في البوستيريور ترانجل اوف ذا نيك. الديفيجنز ورا الميدل ثيرد اوف كلافيكال، كلافيكال في الايبكس اوف اكزيلا. الناس اللي فاكره ميدل ثيرد اوف كلافيكال ده مدخل الاكزيلا من فوق، الضفيره بتدخل في الاكزيلا من الايبكس ورا الميدل ثيرد اوف كلافيكال، دي مرحله الديفيجنز. الكوردز الثلاثه والاحبال اللي والافرع اللي هتطلع منهم، الكوردز والبرانشز كلهم موجودين في الاكزيلا. ايه الهدف من كده؟ بص على الصوره دي كده، احنا شايفين في الصوره دي سي 5 و 6 اتلموا في الابر ترانك، وسي 7 بقى هو الميدل ترانك، وسي 8 مع تي 1 بقى اللور ترانك او الانفيرير ترانك. وبعد كده كل واحد هيتقسم انتيرير ديفيجن بوستيرير ديفيجن، انتيرير بوستيرير، انتيرير بوستيرير، وكل البوستيرير يتلموا في بوستيرير كورد، والانتيرير يتوزعوا على تو كوردز، الانتيرير بتاع الابر والميدل ترانكس يبقوا في اللاترال كورد، والانتيرير بتاع اللور ترانك في الميديال كورد. ادي الشباب شايفين اهو. فرقت معايا ايه؟ انا كده لميت سي 5 و 6 في الابر ترانك، و 7 لوحده في الميدل ترانك، والسي 8 مع تي 1 في اللور ترانك. ولما عملت ديفيجنز الانتيرير ديفيجن بتاع سي 7 دخل مع الانتيرير ديفيجن بتاع الابر ترانك، فهنا في اللاترال كورد بقى معايا سي 5 و 6 و 7، وهنا بقى معايا سي 8 و تي 1، والبوستيرير لم كل البوستيرير ديفيجنز، فالبوستيرير كورد فيه سي 5 و 6 و 7 و 8 و تي 1. ايه لازمه اللي حصل ده؟ هو احنا ايه اللي اتغير معايا من مرحله للتانيه؟ عدد الروتس اللي بتشارك في المرحله. في المرحله الاولى كل روت ماشي لوحده، في المرحله الثانيه في تو روتس بقوا مع بعض وتو روتس بقوا مع بعض واحد لوحده، في المرحله الثالثه بقى في ثلاثه روتس هنا واثنين روتس هنا وخمسه روتس في اللي ورا. لما يجي بقى ربنا يطلع لنا الفروع دي من المرحله الاخيره، تخيل بقى مثلا شايف العصب ده اهو، شايف العصب ده ميديان نيرف معمول بجذرين، شايف جذر جاي من اللاترال كورد يبقى شايل سي 5 و 6 و 7، وجذر جاي من الميديال كورد يبقى شايل سي 8 و تي 1. اذا ميديان نيرف ده شايل سي 5 و 6 و 7 و 8 و تي 1. بص يا عم، لاترال بيكتورال نيرف طالع من اللاترال كورد وشايل سي 5 و 6 و 7، ميديال بيكتورال نيرف طالع من الميديال كورد وشايل سي 8 و تي 1، والاثنين دول بيشغلوا عضله اسمها بيكتوراليس ميجور، واحده من اهم عضلات الابر ليمب اللي بترفعك على عقله وبتساعدك في السباحه وفي انك تنط سور وما الى ذلك. طلع ان ربنا بيامن النيرف سبلاي للعضلات المهمه في الابر ليمب، وتقريبا كلهم مهمين، بحيث انه لا قدر الله لو واحد اتعرض لاصابه في رقبته لسبب ما، طلق ناري مثلا وبوظ سي 5 او سي 5 و 6 مع بعض، انا كده ضامن ان شاء الله انه ده كان في سي 5 و 6 و 7، 7 ما زال شغال، بحيث انه ان شاء الله لما نطلع بقى ماسكلوكوتينيوس نيرف ده لعضله بايسبس هيبقى بايسبس رايح لها من سي 5 و 6 و 7، فلو الواحد خسر 5 و 6 هتفضل بايسبس شغاله بسي 7. وهتعرفوا بقى مع بتوع الباثولوجي ان شاء الله ان ما كنتوش عرفتوا لسه، انه مع الوقت بيحصل حاجه اسمها كومبانساتوري هايبرتروفي، يعني ما فقد من الاعصاب تعوضه اعصاب ما زالت شغاله، فلو باظ 5 و 6 مع الوقت في خلال 6 شهور 7 بيقوم بوظيفته ترجع العضله لكامل قوتها مره ثانيه. فكان هدف البريكيال بلكسس هو تجميع اكتر من سباينال نيرف في 1 كورد، عشان لما اجي اطلع برانشات تبقى البرانشز دي شايله اكتر من روت من السيرفايكال
نيرفز 5 6 7 8 او من تي 1. تمام، تعالوا بقى نبدا في البرانشز. واحنا قلنا يا اما يطلعوا من الروتس يا اما يطلعوا من الابر ترانك يا اما يطلعوا من الكورتس. خلينا الاول في البرانشز اللي فروم ذا روتس. ادي سي 5 6 7 8 تي 1، ادي الروتس. اول عصب بيطلع من الضفيره اللي طالع من سي 5 فوق ده، هو اسمه عشان ماشي ورا السكابيلا دورسال سكابيلر نيرف، هو نفسه اللي بيشغل عضله رومبويدياس ماينور ورومبويدياس ميجور، العضله المعينيه الصغرى والعضله المعينيه الكبرى. نيرف تو رومبويدز هو الدورسال سكابيلر نيرف. هنقول ايه يا شباب؟ ات ارايزز فروم ذا روت اوف سي 5، اول عصب في الضفيره نيرف تو رومبويدز، وينزل على انهي بوردر في السكابيلا؟ ميديال ولا لاترال؟ نازل الونج ميديال بوردر اوف ذا سكابيلا، مستخبي تحت ثلاث عضلات هما ليفيتور سكابيلي، رامبويدياس ماينور، رامبويدياس ميجور. وبالديستريبيوشن بقى بعد ما تقول لي منشأه والكورس بتاعه قول لي اختم في النهايه بيغذي ايه، هو بيسبلاي مينلي رومبويدياس ماينور ورومبويدياس ميجور التو رومبويد ماسلز، ويدي فرع صغير يعني تويج لعضله ليفيتور سكابيلي ماسل. فخلوا بالكم عشان الام اس كيو ممكن لما نسال الشباب اختار العصب اللي بيغذي عضله ليفيتور سكابيلي ممكن يكون مكتوب في الاختيارات نيرف تو رومبويدز، فنيرف تو رومبويدز هو نفسه نيرف تو ليفيتور سكابيلي. تاني عصب بقى وده مهم جدا عندنا وبنحبه زياده عن اللازم، لونج ثوراسيك نيرف، عصب سريتس انتيريور، نيرف سريتس انتيريور. شباب شايفين العصب ده ولا مش شايفينه؟ هو ده الطويل اللي اسمه لونج ثوراسيك نيرف. اطلع معاه كده، ادي جذر وادي جذر وادي جذر، طالع بجذر من سي 5 وجذر من سي 6 وجذر من سي 7 ومشي ورا الضفيره العصبيه، يبقى هو arises from the roots of سي 5 6 and 7 وينزل ورا البريكيال بليكسس. وكمل الصوره بقى الناحيه دي ويدخل الاكزيلا من الايبكس ورا الكلافيكال اهو، بينتر الاكزيلا ثرو اتس ايبكس، بعد كده ينزل على انهي وول في الاكزيلا؟ ميديال وول اوف اكزيلا اللي هي سيريتس انتيريور ماسل. واوعى تنسى الجمله اللي جايه، في الميد اكزيلاري لاين، في الميد اكزيلاري لاين، في خط منتصف الاكزيلا فوق عضله سيريتس انتيريور ماسل، سبلاينج ات، بيغذي العضله بالثمان صوابع بتوعها. خدوا بالكم يا شباب انه عند الفيميلز حدود البريست هي اللي انا بقولها دي، بيبدا من عند عظمه الاسترنم ويوصل لحد الميد اكزيلاري لاين، ففي عمليه استئصال الثدي المشرط ممكن يطول اللونج ثراسيك نيرف ويقطعه، وكده يبقى في جزء كبير من سيريتس انتيريور مش هيشتغل. تمام، بعد كده بقى لازم اتكلم مع الشباب عن قطع اللونج ثوراسيك نيرف، نيرف سيريس انتيريور لو حصل له انجري. انت في كل نيرف انجري لازم توفق عنوانين، ايه هما العنوانين؟ سبب الانجري، نتيجه الانجري، التاثيرات، الافكتس، والافكتس دي لازم تجاوبوها على ثلاث عناوين ان امكن. ان كان العصب ميكسد فهو ليه موتور افكت وليه سنسوري افكت. كان بيور فيا موتور افكت بس يا سنسوري افكت بس. وفي حاله ما يكون موتور لازم يظهر كمان ديفورميتي، تشوه. ايه اللي يضر اللونج ثوراسيك نيرف؟ اتفقنا may be injured during surgery of radical mastectomy. يعني ايه radical mastectomy؟ كلمة must يعني الثدي، mastectomy استئصال الثدي، الجذري، radical يعني هنشيل البريست كله بالغدد الليمفاوية اللي تخصه، فساعتها المشرط هيدخل في الأجزلة وهيدخل على حدود البريست الخارجية اللي بسبب كانسر بريست، هتخلينا نشيل البريست ده كله. ايه التأثير اللي هيؤدي اليه؟ motor effect. مين العضلة اللي هتتشال؟ سيريتس انتيريور. ايه شغلانتها؟ هي اقوى بروتراكتور للشولدر، اكتر واحده بتخليك تدفع ايدك لقدام عشان تعمل بوكسنج، ضرب بالبوكس على سبيل المثال. فهيبقى في ديفيكولتي ان بروتراكشن اوف شولدر جيرد، الحزام الكتف مش هيحصل له بروتراكشن قوي لان هي كانت اقوى بروتراكتور، انما في غيرها بس ضعيف زي بيكتوراليس ماينور بتساعد في البروتراكشن بس طبعا مش بقوه سيريتس انتيريور. ثانيا كانت احدى العضلات اللي بتساعد في رفع الدراع فوق الدماغ من 15 الى 90 اسف من 90 الى 180 درجه، هنصلح دي يا شباب، ها دي تتصلح. difficulty in abduction of arm من 90 الى 180 مش 15 ل 90، من 90 الى 180 اللي هو raising the arm above the head، اني ارفع دراعي فوق دماغي. ايوه في عضلات ثانيه بتعملها زي الترابيزيوس، الابر فايبرز مع اللور فايبرز بتوع الترابيزيس بيساعدوني في الابدكشن من 90 ل 180، بس سيريتس انتيريور كانت قويه ومؤثره، فالحركه هتتم بس بضعف، ديفيكولتي صعوبه، ما قلتش استحاله، صعوبه رفع الدراع
بعيدا عن الجسم من 90 الى 180 درجه، اللي هي ريزنج ذا ارم اباف ذا هيد. الديفورميتي اديكم شايفينها يا شباب، احنا بنطلب من المريض انه يقف اجينست ا وول، يقف قصاد حيطه ويحاول يعمل بوشنج للحيطه بايده، يزق الحيطه بايديه. ساعتها هتلاقي الناحيه اللي فيها اللونج ثوراسيك نيرف مقطوع، الميديال بوردر بتاع الاسكابولا والانفيريور انجل بتاع الاسكابولا بيبعدوا عن القفص الصدري ويرفعوا الجلد اللي فوقهم فيما يشبه الجناح، فيقولوا تجنح لوح الكتف وينجينج اوف سكابولا. يبقى الكاركترستيك ديفورميتي التشوه المميز للونج ثوراسيك نيرف انجري ان سيريتس انتيريور باراليسيس از وينجينج اوف سكابولا. ده كان واحد من اهم الاعصاب. بعد كده هتيجي بقى البرانشز اللي بتطلع من الترانكس، وهو اونلي فروم ذا ابر ترانك بس، يعني الوحيد اللي بيدي برانشز هو الابر ترانك. الميدل ترانك واللور ترانك ما لهمش برانشز. الابر ترانك له برانشين، واحد لعضله تحت الكلافيكال، واحد فوق السكابيلا، نيرف تو سب كليفيس وسوبرا سكابيلر نيرف. ده يا شباب نيرف تو سب كليفيس، هنقوله طالع من الابر ترانك اوف بريكيال بليكسس، يبقى شايل جذور سي 5 اند 6، وينزل ورا الضفيره ولا قدام الضفيره؟ اللونج ثوراسيك ورا الضفيره، لا ده قدام البريكيال بليكسس وقدام الشريان اللي ماشي تحت الترقوه اللي اسمه سب كليفيان ارتري. يبقى هينزل قدام البريكيال بليكسس والسب كليفيان فيسلز عشان يوصل ويغذي سب كليفيس ماسل، فسمينا على هذا الاساس نيرف تو سب كليفيس. اهم منه شويه سوبرا سكابيلر نيرف، العصب اللي هيمشي فوق السكابيلا، سوبرا سكابيلر نيرف. ده بيطلع منين زي ما الشباب شايفين؟ طالع هو كمان من الابر ترانك، فهيبقى جذره سي 5 اند 6، وهيمشي ازاي؟ داونوردز اند لاترالي، ترانس داونوردز اند لاترالي. ليه؟ عشان يوصل للابر بوردر اوف ذا سكابيلا. هو ده يا شباب التصوير هنا من قدام، ولو لفينا ظهر الراجل ده هيبقى هو ده اللي نازل داونورد اند لاترالي. هو هنا نازل داونورد اند لاترالي، بس ده واحد واقف لنا بوشه هنخليه يلف كده، هيبقى نازل داونورد اند لاترالي من الرقبه اهو لحد ما يوصل للابر بوردر اوف ذا سكابيلا. وهناك هيلاقي نوتش متكله من الابر بوردر اسمها سوبرا سكابيلر نوتش، واحنا عايشين بيقفلها ليجامنت ابيض اهو اسمه سوبرا سكابيلر ليجامنت، فيحولها من نوتش الى فورامين، سوبرا سكابيلر فورامين. هو هيروح معدي تحت الليجامنت في السوبرا سكابيلر فورامين، ويسيب السوبرا سكابيلر ارتري وفين يعدوا من فوق الليجامنت، يعني من فوق الفورامين كده. يبقى هو دخل انهي سبيس في الاناتومي؟ دخل الحفره اللي فوق السباين اوف ذا سكابيولا اللي اسمها سوبرا سباينس فصه، هيروح وهو تحت عضله سوبرا سباينيتس مكهرب عضله سوبرا سباينيتس، وبعد كده هيعدي من النوتش اللي بين السباين والجلينويد كافيتي اوف ذا سكابيولا اللي اسمها سباينو جلينويد نوتش. ادي السباين اوف ذا سكابيولا، وهنا الجلينويد كافيتي اللي بتنام فيه راس الهيومرس، يبقى النوتش دي تسمى يا اولاد سباينو جلينويد نوتش. هو لما يعدي منها يلاقي نفسه في الانفرا سباينس فصه، ويمشي تحت عضله انفرا سباينيتس ويشغلها. يبقى هنقول بيمشي داونوردز ولاترالي عشان يوصل للابر بوردر اوف ذا سكابيولا، وهناك ات باسس ثرو ذا سوبرا سكابيولار فورامين تحت السوبرا سكابيولار ليجامنت عشان يوصل السوبرا سباينس فصه ديب تو سوبرا سباينيتس ماسل ويغذيه. وبعدها يتجه خلال السباينو جلينويد نوتش الى ان يصل للانفرا سباينس فصه تحت الانفرا سباينس ماسل ويغذيها. بس في حاجه باينه في الصوره حلوه قوي، غير انه بيسيب فرع السوبرا سباينيتس وبيسيب فرع الانفرا سباينيتس، بيسيب فرع للكبسوله بتاعت الشولدر جوينت، يبقى بيدي ارتيكولار برانش تو شولدر جوينت. ارتيكولار يعني متعلق بمفصل، بارتيكوليشن. تمام، ونختم بالفروع اللي بتطلع من الاحبال الثلاثه، برانشز فروم ذا كوردز، واولهم برانشز فروم لاترال كورد. فين اللاترال كورد في الصوره؟ ده الترانكس خلاص خلصنا منهم، ودي الديفيجنز خلصنا منهم، لاترال كورد ميديال كورد. برانشات اللاترال كورد الثلاثه هم يا اولاد، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. لاترال بيكتورال نيرف، لاترال بيكتورال نيرف زي ما انتم شايفين اهو، ده اللي احنا شرحناه قبل كده في درس ايه؟ حد يطلعه في الصوره دي كده؟ ده اللاترال كورد بتاع البريكيال بليكسس اهو، والميديال كورد مستخبي هنا اهو، في فرع جه من اللاترال كورد اهو دخل بيكتوراليس ميجور ماسل في الراس الفوقانيه اللي ماسكه في الكلافيكال اهو، ده اللاترال بيكتورال نيرف. طبعا عشان انا اوصل للكلافيكولار هيد اوف بيكتوراليس ميجور لازم اعدي فوق بيكتوراليس ماينور، صح ولا لا؟ 100%. حد بقى فاكر ان في فاشيه كانت ماليه الطريق ما بين بيكتوراليس ماينور وسبكليفيس اللي فوق؟ مين بقى العضله ديت؟ مين الفاشيه ديت؟
كلافي بيكتورال فاشيا. الاخ ده بيخرم الكلافي بيكتورال فاشيا عشان يوصل للكلافيكولار هيد اوف بيكتوراليس ميجور ماسل. اوعى حد ينسى دي، اللاترال بيكتورال نيرف خارم الكلافي بيكتورال فاشيا عشان يوصل للكلافيكولار هيد اوف بيكتوراليس ميجور ماسل. طب وتاني فرع شايفين يا اولاد، اكبر فرع في اللاترال كورد على الاطلاق اهو، اللي هو ماسكلو كيوتينيوس نيرف. صحيح هو مرسوم شويه انحف من الروت بتاع الميديا نيرف، لا الحقيقه انه اللي بيبقى اكبر في الحجم هو الماسكلو كوتينيوس نيرف، واللي بيسموه ماسكلو كوتينيوس نيرف هقول لكم الاسبوع الجاي ان نصه متعلق بعضله بايسبس وبراكياليس ونصه متعلق بالجلد اللي موجود في الفور ارم، فيبقى عصب عضلي جلدي ماسكلو كيوتينيوس نيرف هو اللارجست برانش اوف ذا لاترال كورد. فاضل الشباب الجذر ده في العصب ده، العصب ده طالع بجذرين على شكل حرف في اهو، ليه ميديال روت من الميديال كورد ولاترال روت اللي هقوله دلوقتي في اللاترال كورد، واسم العصب العصب الاوسط ميديان نيرف. ميديان نيرف لاترال روت اوف ميديان نيرف طالع من اللاترال كورد اوف ذا براكيال بلكسس. تعالوا بقى للبرانش اللي بتطلع من الميديال كورد، فين في الصوره دي الميديال كورد اهو اللي ماشي ميديال للاكزيلاري ارتري، ده هو الميديال كورد. الميديال كورد بيطلع منه خمسة برانشز وكلهم مهمين. طبعا هبدأ بمين يا شباب؟ زي ما هناك كان في لاترال بيكتورال نيرف، في ميديال بيكتورال نيرف. يبقى اللاترال بيكتورال نيرف من اللاترال كورد، الميديال بيكتورال نيرف في الميديال كورد، وفعلا دايما بنلاقي رابط الاثنين قدام الشريان. هتقول لي ايه على الميديال بيكتورال؟ شايفينه في الصورة دي ولا لا؟ طالع من الميديال كورد بتاع البريكيال بلكسس، يغذي عضلة بيكتوراليس ماينور اللي طالعة من الضلع رقم 3 والضلع رقم 4 والضلع رقم 5. ويخترقها بعد ما يغذيها ويكمل طريقه للاسترنوكوستال هيد الراس التحتانيه في بيكتوراليس ميجور ماسل. يبقى هو بيسبلاي بيكتوراليس ماينور الاول ثم يخرمها بيرسس ات تو ريتش اند سبلاي بيكتوراليس ميجور ماسل. خدنا بالنا من حاجه، اللاترال بيكتورال نيرف للكلافيكولار هيد اوف بيكتوراليس ميجور، انما الميديال بيكتورال نيرف للاسترنوكوستال هيد اللي ملفوفه على نفسها على شكل حرف يو. طيب ويطلع الميديال روت اوف ميديال نيرف، يبقى برضه هناك كان في لاترال روت اوف ميديال نيرف، هنا في ميديال روت اوف ميديال نيرف. يبقى ايه المتشابهات بين هنا وهناك؟ اللاترال كورد كان ليه لاترال بيكتورال نيرف، الميديال كورد ليه ميديال بيكتورال نيرف. اللاترال كورد كان في اللاترال روت اوف ميديال نيرف، الميديال كورد داخل في الميديال روت اوف ميديال نيرف. فاضل ايه بعد كده بقى؟ اكبر عصب فيه كله وده مهم جدا جدا جدا، النر نيرف. It is the largest branch of the medial cord. اللي هو مقابل ماسكلو كوتينيوس نيرف اللي كان لارجست برانش في اللاترال كورد. النر نيرف اكبر عصب هنا. في حاجه لازم اقولها دلوقتي وهسمعوها في النر نيرف بالتفصيل. كون النر نيرف طالع من الميديال كورد اوف ذا بريكيال بلكسس يبقى جذره سي 8 وتي 1. لا هتفهم ان في شويه الياف من سي 7 موجودين جوه منه. الله سي 7 ازاي؟ سي 7 ده موجود في اللاترال كورد. لاترال كورد 5 و6 و7، بص كده امشي مع المؤشر. في شوية فايبرز شايلين سي 7 هيطلعوا من اللاترال روت بتاع الميديان نيرف ويروحوا يدخلوا في الالنر نيرف فيضيفوا سي 7 الى الالنر نيرف، وان حيانا ربنا هقول لكم هدف الحركة دي ايه في الفور ارم ان شاء الله. يعني صحيح ان الالنر نيرف هيبقى الاصل فيه سي 8 وتي 1، انما في سي 7 جاي له سرقة من بره كده من اللاترال كورد، على وجه التحديد من اللاترال روت بتاع الميديان نيرف. ونختم بفرعين، ايه هما؟ العصب اللي هيدي جلد الفور ارم اللي على الميديال سايد، والعصب اللي هيدي جلد الارم اللي على الميديال سايد. ميديال كيوتينيوس نيرف اوف ارم وميديال كيوتينيوس نيرف اوف فور ارم، ده هيسبلاي السكين بتاع الميديال سايد اوف ذا ارم، وده هيسبلاي السكين بتاع الميديال سايد اوف ذا فور ارم. بس اقول لكم حاجه على ميديال كيوتينيوس نيرف اوف ارم، ده مش واخد الميديال سايد بتاع الارم كله، واخد الميديال سايد بتاع النص التحتاني في الارم بس، انما النص الفوقاني في الارم واخد من ده لو انتوا فاكرين في الاكزيلا انتركوستو بريكيال نيرف اللي جاي من تاني انتركوستال نيرف، ده اللاترال كيوتينيوس برانش بتاع تاني انتركوستال نيرف. شايفين شبك في الميديال كيوتينيوس نيرف اوف ارم وهو بيتولى جلد النص الفوقاني في الدراع، والميديال كيوتينيوس نيرف اوف ارم بيتولى نص الجلد التحتاني في الدراع، انما الميديال كيوتينيوس نيرف اوف فور ارم واخد كل الميديال سايد اوف فور ارم من اوله لاخره. ويتبقى للشباب بس البرانشز اللي تطلع من البوستيريور كورد. مين اللي هو اكبر كورد في الضفيره؟ احنا شايفين في الصوره دي ولا لا؟ الصوره ديت مبينه للشباب، لاترال كورد قطعناه، ميديال كورد قطعناه،
بوستيريور كورد اللي ورا ده اللي لم من ثلاثة بوستيريور ديفيجنز اهو اهو، هيطلع منه كام فرع؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وخمسة ده أكبر فرع فيه كله. مين بقى دول يا أولاد؟ فاكرين كلكم إن دي عضلة سابسكابيلاريس اللي عاملة البوستيريور وولف أكزيلا؟ أه، ليها أبر سابسكابيلار نيرف في نصها الفوقاني ولور سابسكابيلار نيرف في نصها التحتاني بيكمل لحد تيريس ميجور. وبعدين بينهم عصب هيروح للعضلة الحلزونية اللي بتحضن تيريس ميجور، لاتيسماس دورساي، نيرفتو لاتيسماس دورساي. واللي فاضل منه بعد كده عصب هيمشي في الأكزيلا عشان يغذي عضلة الدلتويد أكزيلاري نيرف، واللي فاضل منه كله هيبقى عصب الباك اوف ارم اند فور ارم راديال نيرف. يعني هيبقوا راديال نيرف واكزيلاري نيرف وابر سبسكابولر ولور سبسكابولر وسوراكو دورسال اللي هو نفسه نيرف 2 لاتيسماس دورسالي. ليه ساعات يقولوا على نيرف 2 لاتيسماس دورسالي سوراكو دورسال؟ لانها اكبر عضله على ظهر الثوركس، سوراكو دورسال ماسل اللي هي لاتيسماس دورسالي، يبقى عصبها سوراكو دورسال نيرف او نيرف 2 لاتيسماس دورسالي. انت لو جمعت اوائل الحروف دي بطريقه معينه هيجمعوا كلمه النر اللي هو ايه بقى؟ ابر سبسكابولر نيرف يو، لور سبسكابولر نيرف ال ال، نيرف تو لاتيسماس دورساي ان ال، اكزيلاري نيرف وريديال نيرف الاي ار اللي في الاخر، يبقى النر هم الاعصاب الخمسه اللي بتطلع من البوستيريور كورد، ابر سبسكابولر لور سبسكابولر نيرف تو لاتيسماس دورساي اكزيلاري راديال. راديال هو اكبر واحد في البوستيريور كورد على الاطلاق، لارجست برانش في البوستيريور كورد هو راديال نيرف، وده في كل جذور الضفيره زي 5 و6 و7 و8 و1. لو الشباب عايزين يجمعوا يبقى كده ادخن فرع في اللاترال كورد ماسكلوكوتينيوس نيرف، وادخن فرع في الميديال كورد النر نيرف، وادخن فرع في البوستيريور كورد راديال نيرف اللي شايل كل جذور الضفيره. تمام كده؟ طب وبعده اكزيلاري نيرف او سيركمفليكس نيرف، وده زي ما فكرت الشباب قبل كده اكزيلاري فيها 11 في النص، اهي شايفين رقم 11 ده اهو، 11 ده يجمع من الضفيره 5 و6، فالاكزيلاري نيرف سي 5 و6، وما هو قلت لكم كل السكابولار ريجون سي 5 و6، يعني الابر سبسكابولار واللور سبسكابولار اكيد 5 و6. الابر سبسكابولار بيغذي ايه؟ ابر بارت اوف سبسكابولاريس بس. طب واللور سبسكابولار؟ لور بارت اوف سبسكابولاريس ومعاها تيريس ميجور ماسل. انما سوراكو دورسال نيرف او نيرف تولاتيسماس دورساي افتكر جذره ازاي؟ دي احسن عضله في عضلات المجموعه كلها، يبقى خير الامور الوسط. ايه الوسط دي ان شاء الله؟ هي الضفيره معموله بكام جذر؟ عد كده سي 5 6 7 8 تي 1، خد الثلاثه اللي في الوسط وسيب الاول وسيب الاخير. يعني هتلغي لي سي 5 وهتلغي لي تي 1، فتبقى هي واصلها كهرباء على سي 6 و7 و8، الثلاث جذور الوسطانيه في البريكيال بليكسس هم اللي بيغذوا عضله لاتيسماس دورسال. يبقى لازم نتكلم عن العصب ده لوحده دلوقتي ونختم بيه، اكزيلاري نيرف او سيركمفليكس نيرف. هو فين في الصوره يا اولاد؟ انا هقطع للشباب الاكزيلاري ارتري، ادي اللاترال كورد اوف بريكيال بليكسس براه، وادي الميديال كورد جواه، وادي البوستيريو كورد مستخبي وراه. هيطلع من البوستيريو كورد كام فرع؟ خمس فروع، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ابر سبسكابولار نيرف خلصنا منه، لور سبسكابولار نيرف هيروح اقول لحد تيريس ميجور، سوراكو دورسال نيرف، نيرف تولاتيسماس دورساي، واللي فاضل تو تيرمينال برانشز، الرفيع اكزيلاري والكبير اللي قد الكورد نفسه راديال نيرف اللي هيكمل للنهايه. الشباب يقدروا يقولوا لي في الخمس فروع دول الثلاثه دول صغيرين في الاول والتو تيرمينال برانشز اهم، صح؟ اذا لو حد عايز يعرف الاكزيلاري نيرف يبقى هو ايه؟ الاصغر في الفرعين النهائيين للكورد الخلفي في البريكيال بليكسس. It is the smaller of the two terminal branches of posterior cord of brachial plexus. برضه في الصوره دي ادي البوستيريور كورد ادى ابر سبسكابولر ونيرف 2 لاتيسماس دورساي ولور سبسكابولر، وبعد كده راح مقسوم فرعين اكزيلاري وراديال. تمام، نبدا الكلام عن الاكزيلاري نيرف. اوريجين، ايه بدايه الاكزيلاري نيرف؟ ينشا في الاكزيلا في الابط، لان دي بوستيريور وولف اكزيلا لو انتم فاكرين، as the smaller في التو تيرمينال برانشز بتوع البوستيريور كورد اوف بريكيال بليكسس، ويبقى جذره سي 5 اند 6 اللي هم بيجمعوا رقم 11 اللي فيه ده. الكورس كده يبقى ماشي ازاي؟ بيمشي داون وورد اند لاترالي على العضله اللي عامله بوستيريور وولف اكزيلا وهي سابسكابيولاريس ماسل. مستخبي ورا مين طول الطريق اللي احنا قطعناه من هنا؟ الاكزيلاري ارتري. هو دلوقتي كان مستخبي حته منه ورا الاكزيلاري ارتري، وهتعرفوا لما نيجي نشرح الاكزيلاري ارتري هنا بالظبط هيبقى الثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري، الجزء الثالث من اكزيلاري ارتري.
واول ما يوصل لللور بوردر اوف سابسكابيولاريس هيبدا تو سبيسز هناك اللي هم مين؟ المربع كوادرانجولار سبيس والمثلث العلوي اوفر تراينجولار سبيس او ميديال تراينجولار سبيس. هو هيخترق التراينجولار سبيس. يبقى اون ريتشينج ذا لور بوردر اوف سابسكابيولاريس ات باسس باكوردز، يتجه الى الخلف عبر كوادرانجولار سبيس، وبيبقى داخل معاه ساعتها الشريان اللي اسمه بوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري، وهما الاثنين هيعدوا تحت كبسوله المفصل المشهور اللي اسمه شولدر جوينت. يبقى هو عدى في الكوادرانجولار سبيس جاست بيلو كبسول اوف شولدر جوينت. طبعا انا ليه مغمق للشباب في الكلام كوادرانجولار سبيس وكبسول اوف شولدر جوينت؟ العصب ده غلبان جدا لانه يعني جه بين اتنين اخطر من بعض. حضرته هيعدي في الكوادرانجولار سبيس تحت كبسوله الشولدر جوينت. كوادرانجولار سبيس ديت جنب السيرجيكال نيك اوف هيومرس اللي هي اكتر حته بتتكسر في الهيومرس، وكبسوله الشولدر جوينت دي اضعف كبسوله في الجسم كله، وشولدر جوينت ده اكتر مفصل بيتخلع في الجسم كله. فلو اتخلع المفصل الى اسفل انتهى الاكزيلاري نيرف، لو اتكسرت السيرجيكال نيك اوف هيومرس انتهى الاكزيلاري نيرف. دول التو دينجرس بوزيشنز بتوع الاكزيلاري نيرف. تعالوا بقى نكمل القصه، الصوره المره دي من ورا مش من قدام لان شوكه الاسكابولا باينه اهي. اهي دي النوتش اللي قلتها للشباب من شويه اللي اسمها سباينا جيلينويد نوتش. ادي الجيلينويد كافيتي اللي نايمه فيه الهيومرس، وادي السباين اوف ذا سكابولا، وبينهم حته متاكله اهي نوتش. دي السباينو جلينويد نوتش، مالكش دعوه بيها دلوقتي. ادي الكوادرانجولار سبيس، وادي الابر تراينجولار، وادي اللور تراينجولار، والثلاثه سبيسز اهم يا شباب صح. الترنس اراوند ذا باك اوف سيرجيكال نيك اوف هيومرس، عصبنا بيلف على ظهر السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، معاه البوستيريور سيركمفليكس هيوميرال ارتري، اهو ده الشريان الدوران الخلفي للهيومرس. واول ما يوصل لهنا بيطلع من تحت العضله دي اللي اسمها تيريس ماينور، بيطلع ارتيكولار برانش لكبسوله الشولدر جوينت، وبعدها يروح مقسوم انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن، وتخلص قصته على كده. يبقى هتقول لي اول ما يوصل لظهر السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس الاول بيرمي عصب تحت العضله دي لكبسوله الشولدر جوينت، يعني يدي ارتيكولار برانش للشولدر جوينت، وبعدها ينتهي بالانقسام الى انتيريور وبوستيريور ديفيجنز. ادي الانتيريور ديفيجن وادي البوستيريور ديفيجن، تمام. خدوا بالكم هم في الصور بيرسموا دايما النيرف توتيريس ماينور طالع من العصب قبل ما يتقسم، لا هو في الحقيقه بيطلع من الانتيريور ديفيجن في اوله، يعني كان المفروض العصب ده يتقدم شويه لحد هنا ويطلع لتيريس ماينور، تمام. تعالوا بقى نعيد الكلام على الصوره دي تاني. احنا قطعنا ايه للشباب هنا؟ ادي عضله الدلتويد قطعناها من الفي شيبد اوريجن بتاعها في الكلابيكال والاكرومين والسباين، فهيبان تحتها انفراس باينيتس وتيريس ماينور وتيريس ميجور، وبين تيريس ماينور وميجور كوادرانجولار سبيس، وطالع فيه الاكزيلاري نيرف والبوستيريور سيركمفلكس هيوميرال ارتري، وادي اتقسم الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن، والمفروض زي ده في ارتيكولار برانش تحت الصوره رايح لكبسوله الشولدر جوينت. ايه مصير الانتيريور برانش وايه مصير البوستيريور برانش؟ الانتيريور برانش هيكمل طريقه حوالين السيرجيكال نيك لحد ما ينتهي تحت النص القداماني من الدلتويد ويغذي. يبقى تقول لي anterior branch continuous around the surgical neck of humerus وينتهي قرب الانتيريور بوردر بتاع الدلتويد ويغذي العضله من سطحها التحتاني من الديب سيرفس، ماشي تحت العضله لحد ما يقرب من حرفها الامامي. طب والبوستيريور؟ لا البوستيريور هيدي برانش لتيرس ماينور، وبعدها يغذي النص الخلفي من الدلتويد، وبعدها يلف على حرف الدلتويد الخلفي. احنا كده ورا، دي عضله الترايسبس ظهر الراجل اهو يا شباب، والسباين اهي، احنا كده ورا. يبقى العصب بعد ما بيغذي نص الدلتويد الخلفي وبعد ما بيرمي فرع لتيرس ماينور بيطلع من الديب فاشيا، بيقطع الشحم الابيض اللي كان مغطي الدلتويد ويوصل للجلد باسم جديد ابر لاترال كوتينيوس نيرف اوف ار. طبعا لاترال دي مفهومه لان الناحيه دي كلها ايه؟ لاترال، وهو هيتولى جزء من الدراع، يبقى هو لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم. ده الابر لانه هيبقى في واحد تاني من الراديال نيرف لللور بارت اوف ذا ارم، ده الابر لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم، ده اللور لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم، ده جاي من الراديال نيرف اللي مستخبي تحت دلوقتي وماشي كده، ده طالع منه. انما ده الابر لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم، وده هيغذي الجلد اللي على النص التحتاني من عضله دلتويد، انما الجلد اللي على النص الفوقاني من الدلتويد مش من البريكيال بلكسس خالص. وصلت يا اولاد؟ تمام. فانا لما اقول للشباب ايه تعريفك للابر لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم هتقول لي
هو التكملة المباشرة لأنهي ديفيجن في الأكزيلاري نيرف، مش الأنتيريور ديفيجن، بوستيريور ديفيجن أوف أكزيلاري نيرف. بعد ما بيغذي نص الدلتويد الخلفي بيلف حوالين حرفها الخلفي ويطلع للجلد باسم أبر لاترال كوتينيوس نيرف أوف أرم، وده بيغذي الجلد اللي مغطي النص التحتاني من عضلة دلتويد. إنما النص الفوقاني من عضلة دلتويد عصب جاي من ضفيرة أعصاب الرقبة اسمه لاترال سوبرا كلافيكولار نيرف، لأنه جاي من فوق الكلافيكال فعلا أهو، لاترال سوبرا كلافيكولار نيرف. نختم يا شباب بأكزيلاري نيرف إنجري. كالعادة هتقولي إيه أسباب قطعه وإيه نتيجة قطعه، الإفكتس الكوزس والإفكتس. كوزس inferior dislocation of shoulder joint، ايوه لو اتخلع الشولدر جوينت الى اسفل وراس الهيومرس دخلت الكوادرانجولار سبيس، او كسر في السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، فراكشر اوف سيرجيكال نيك اوف هيومرس، او في ناس ساعات تضرب الابر في عضله الدلتويد، العصب ماشي تحت نص الدلتويد بالظبط، رونج انتراماسكولار انجكشن في دلتويد ماسل، حقنه عضل خطا جوه الدلتويد نشنت على الاكزيلاري نيرف وهو ميدوي ما بين الاكروميون ونهايه الدلتويد، هنا بالظبط سكه الاكزيلاري نيرف، فانت هتضرب قرب الاكروميون يا تضرب قرب نهايه الدلتويد. بلاش قرب نهايه الدلتويد لانه بيبقى وراها السبايرال جروف اللي ماشي فيه الراديال نيرف، فمش عشان احمي الاكزيلاري نيرف هدمر الراديال نيرف. الحاجه الاخيره، الناس اللي بتتعكز على عكاز، عكاز يعني كراتش، لو مش متنجد كويس والشخص ان كان شحات او غيره بيتعكس عليه فتره طويله وبيريح ساعات عليه وينام وهو كمان ساند عليه، الضغطه اللي يعملها الكراتش اللي مش متنجد كويس على باط العيان من تحت يفعص الاكزيلاري نيرف في كبسوله الشولدر جوينت، بريشر اوف بادلي ادجستد كراتش تو ذا ارم بيت، لمنطقه الاكزيلا ارم بيت. بادلي ادجستد يعني مش متنجد كويس عشان يريح تحت باط العيان. ايه الافكت؟ العصب كان فيه حته موتور وحته سنسوري وهيؤدي الى ديفورميتي ما دام فيه موتور. موتور مش هقدر اعمل ابدكشن في الشولدر نتيجه شلل الدلتويد، بس مش هقدر اعمله من كام لكام؟ دلتويد كان بتعمله من 15 ل 90 درجه، يبقى امبيرد ابدكشن اوف شولدر طبعا من 15 الى 90 نتيجه شلل عضله الدلتويد. سنسوري افكت هو كان بيديني في الاخر ابر لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم اللي بيدي الجلد اللي على النص التحتاني من دلتويد، يبقى السنسوري لوس في الجلد اللي اوفر لور هاف اوف دلتويد، هو العيان ما بياخدش باله اساس. انت اما تيجي تعمل الفحص بتاع احساس الجلد اللي على دلتويد هتلاقي نص الجلد الفوقاني بيحس نص الجلد التحتاني ما بيحسش، يبقى العصب اللي فيه خلل هو الاكزيلاري نيرف. طب الديفورميتي باينه اهي يا شباب، طبعا هنا محمد صلاح عنده الكتف اليمين والشمال بنفس الاستداره، ده بعد الحادثه مباشره، انما بعدها بايام بان انه الكتف اللي اتخلع لما حصل له انفيرير ديسلوكيشن في الشولدر جوينت الى الاكزيلا قطع الاكزيلاري نيرف او دمر جزء منه، فابتدت عضله الدلتويد اللي في جهه الاصابه تخس عن العضله اللي في الناحيه الثانيه، فدخلنا في بدايه فلات شولدر ديفورميتي نتيجه ضمور عضله الدلتويد بعد شهور او سنه. هتبص تلاقي الانتيريور فايبرز ضاعت، البوستيريور فايبرز ضاعت، الميدل فايبرز بقت ضعيفه جدا، بان حرف الاكروميوم بروسيس كانها ترابيزه مفروش عليها مفرش، فيقولوا فلات شولدر ديفورميتي. فالشباب لما يسمعوا فلات شولدر ديفورميتي يعرفوا على طول ان احنا بنتكلم على اكزيلاري نيرف انجري. كده اتمنى تكون المعلومات اللي قلتها كلها وصلتكم وما اكونش تقلت عليكم زياده عن اللازم، وان شاء الله لما اشوفكم بقى في الدرس اللي جاي اشوفكم على خير باذن الله. استودعكم الله.